شيع مئات الفلسطينيين جثمان شهيد قتل برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مخيم البريج شرقي قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة العشرات بعيارات نارية وبحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة في عدة نقاط على طول الحدود الفاصلة مع قطاع غزة. هات 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 هات